يلا 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 خلينا تدخل في المود. عمر انت ويانا ولا سرحان؟ وياكم انا عندي احساس انك تلعب جيم حضرتك انت والله على السماعه هذه نفس الوقت. تلعب وجاوب وياك. طيب اختار. يلا يلا خلي الكمبيوتر يشتغل الحين واختار لنا مشترك واحد من بين الست مشتركين ونقول يلا. يلا فين وين؟ اوب اوب وين وين وين؟ ها ها محمد الامارات عندك روح. هلا يا محمد ايش حالك؟ هاي محمد ايش حالك؟ انت اختارك الكمبيوتر. الحمد لله. من وين تكلمنا؟ من الامارات؟ من المقيرين. ها؟ من المقيرين. والنعم والنعم يا محمد، كيف الصيام كان معك اول يوم؟ والله خفيف بس صداع اخر شيء. صداع هذا من الكوفي طال عمرك من الكافيين. محمد ما عندك قدامك سحور كستر كريم كراميلا جيلي اي شيء؟ ها؟ والله لا مو متاحر الحين. مو متاحر الحين. زين ما عليك. انت لازم تختار واحد من احنا الاثنين، يا انا يا رؤى، عشان يلعب او تلعب مكانك التحدي الجاي. اذا فازت تاخذ 5000، اذا خسرت تخسر 5000. او انت ولا شيء. اختارني انا او رؤى. زين بس يعني شو التحدي بيكون يعني؟ ما نعرف. انا بروحي والله ما اعرف. بس اسال التيم ما طاعوا يردوا علي. زين التحدي يعتمد على عضلات؟ عضلات؟ انت يعني شايفني انا قوي؟ حبيبي ما راح نتضارب انا وروح يعني. انت لازم تختار حد فينا بسرعه. اختار محمد عشان التايم. روح لروح. روح خلاص. روح. عارفين ليش؟ يلا اوكي نشرح له الحين التحدي. اوكي لاني قلبي نازلني بس احسه بيتحسف الحين. يلا هات 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 يلا على الطاولة هات. طيب محمد وللمشاهدين بشرح لكم شو التحدي. هذا مندوس هذا ولا طيب شو داخل الزين؟ قولي. اوه ماي جاد. لحظة محمد شايف الصندوق هذا محمد؟ نعم. صدقا صدقا التلفزيونات اللي عندنا كلها مسكره. رؤى ما تعرف شو في المندوس هذا او الصندوق هذا. بتحط ايدها وبتحاول من خلال اللمس انها تتعرف على الشيء الموجود في هذا الصندوق. انا وانت والمشاهدين ممكن نشوف لكن رؤى صحيح. صعب. يعني يلا ها نبدا؟ يلا نبدا؟ كم ثانية عندك ورا؟ الحلقة كلها 30 ثانية. جاهز رؤى؟ والله خايفة. أهم شيء جماد ولا حيوان حاطيني؟ محمد ممنوع تساعدها، ممنوع إذا ساعدها تخسر. هو يقدر يشوف؟ كل أحد يشوف الحين. قول والله. أنا أشوف. شوف. هلا والله لحظة لحظة. لحظة. شو داخل؟ 30 ثانية يا ربي تنطف، روح. أنا خليني أروح بعيد. 30 ثانية. لا لا شيء كيوت. الله كيوت. الله كيوت ها؟ ايه كم باقي من الوقت؟ أرنب. لا يمكن قطو. أرنب. كم باقي من أرنب؟ قطو أقول لك. أرنب كيوت. حلوة طلعة. يا أخي هذا قطو يستاهل. عادي أطلعه؟ أرنب. أطلعه عادي؟ ها؟ وين نفس الساحة تطلع الأرنب؟ أطلعها؟ يا عادي أرنب ولا لا؟ أرنب ولا لا؟ أرنب ولا لا؟ مبروك 5000 درهم. حلو ما برد لكم على بكرة بخليه عندي. مبروك مبروك ال 5000 يا محمد. الله يبارك فيك. يجنن الأرنب. هذا أرنب 5000. أرنب 5000. اوه ماي جاد. يلا نشوف اذا صار ثاني محل محمد اللي ربح 5000 لانه فازت في التحدي هالمره. رؤى ما شاء الله عليها فوزها ترى الارنب مو بانا. اي نعم. ها؟ حلو. الارنب فوزها ولا انا؟ الله يستر. لا بس التحدي انت شكلك تخاف صح؟ انا والله شكلي يخاف. لا طال عمرك احنا ما نخاف الارانب. اسد وفوق مبادله
ما ملوخية. ها؟ مو هذا. ملوخية بالأنارب. لا هذا حرام، هذا مسكين. شرأت ال يودي أحطه في مندوس. عشان أتأكد أنك أنت ما تخاف من أرض. لا قبل هالدرجة يعني. بس والله أنا زغت عبد الله على بالي حشرات أنا. يا حبيبي شو تسوي أنت؟ أنا يعني مو بهالدرجة يعني. بسم الله عليك. يلا عندنا فاصل رائع. التحديات، الجوائز، المناديس، الف...